السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشارك معكم حلوة سهلة سريعة بسيطة وبمكونات اقتصادية، وهي حلوة السيار. أنا شخصيا نعتبرها من أجمل الحلويات اللي نقدر نحضرها في العيد، والعائلة تاعي تقريبا كامل يحبوها هي وحلوة الطابع. درت لكم هاد الحلوة اليوم، وإذا حب ربي غدوة إن شاء الله نزيد ننزل لكم حلوة الطابع بكل أسرارها وتفاصيلها، وإن شاء الله في هاد العيد تخرج لكم كامل حلوة الطابع وعليها الكلام. راح نقولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحضير. كنت خديت ريسيبيون درت فيها كأس من السكر حبيبات، لكن السكر تاعي يعني ما عمرتوش مليح، يعني درت كأس ناقص أصبع. هنايا فقست 3 حبات تاع بيض، ومباشرة راح نضيفوا نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا. كذلك عندي مستخلص الزبدة، يعني إذا كان متوفر عندكم راح يمد لكم واحد الذوق ما شاء الله للحلويات اللي ديروهم بالزيت، يعني راح ينحي لكم هذيك الريحة تاع الزيت كامل من الحلوة تاعكم وتبانوا كي شغل درتوها بالزبدة. هنا خديت الدراب اليدوي وراح نبدا نخلط في المزيج، يعني حتى هذا المزيج يتحول من اللون الأصفر إلى اللون الأبيض. في الفيديو هاد اللي فاتوا كنت نقول لكم باللي الحلوى تاعكم ولا اي نوع تاع حلوى تقدروا تطموه باليد بالضراب اليدوي او بالضراب الكهربائي، لكن هاد الكاطو بالذات واي كاطو يعني يكون مخدوم بالزيت فقط من الاحسن تضربوه بالضراب الكهربائي ولا بالبغاميكسور، وراح تتحصلوا على افضل نتيجه. كذلك انا شوفوا الكاس تاع الزيت يعني ما ضفتوش مباشره، تقريبا ضفتو على 3 دفعات. بهذه الطريقه راح تتحصلوا على افضل نتيجه، وكذلك الحلوى تاعكم العجينه تاعها يعني ما راحش يخرج منها كامل هذاك ليدم، يعني اللي عندهم مشاكل في عجينه الزيت ويشوفوا بلي العجينه تاعهم كي يطموها يعني يخرج لها كامل هذاك الزيت، ديروا هذه الطريقه وراح تنجحوا في هذه العجينه 100%. هنا كنت فرغت كاس وربع من المايزينا، يعني تقريبا كاس ومغرف كبيرة معمرة مليح مليح. كذلك درت فيهم 10 غرام من الخميرة الكيميائية، يعني كيس واحد، وراح نزيد نحاول ندخل الكمية تاع النشا في المزيج. وكذلك باش تقدروا تنجحوا في هاد العجينة وتجيكم شابة، يعني راح تخلوها طارية تلتصق في الأيادي، ولما يعني نبداو نشكلوا فيها دوك الكريات يعني راح تزيد تشرب هذوك السوائل وتولي في القوام المناسب. هنايا يعني وقفت الدراب الكهربائي ونحيت كامل هذاك النشا اللي راه لاصق لي في اطراف الغيسيبيون، وراح نواصل العمليه تاع الخلط. يعني هنا ما تبالغوش بزاف في الخلط، لما ديروا هذيك النشا خلطوا بضع ثواني فقط تدخل لكم الكميه تاع النشا، وراح نستغناو كامل عن الدراب الكهربائي. هنايا ضفت زوج كؤوس من الفارينة، يعني في الاول راح نخدم بالملعقه فقط، لما يثقل شويه المزيج راح نستغنى عليها ونكمل باليد. هايليك يعني هاد العجينه كنت درت لها قرصه ملح، لكن ربما يعني ما صورتهاش، ديروا قرصه ملح للعجينه تاع الزيت هكذا باش تجيكم مليحه. هنا ضفت الكاس الثالث، وكذلك راح نحاول ندخله في المزيج، يعني تبعوا هذه الطريقه وراح تتحصلوا على افضل نتيجه. هنا استغنيت عن الملعقه وراني نضيف فيها داك الكوب الرابع بالتدريج، دوك نشوفوا قد ما راح ندو منه. الكوب الاخير يعني حاولوا تدردروا فقط الفارينه هكذا باش ما يتبحر لكمش القوام تاع العجين. شوفوا هنا يعني راني ندير حوالي نص ملعقه كبيره فقط. هنا شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها. لما تبداو تشكلوا في الكريات اذا العجينه تاعكم يعني بدات تلصق لكم في اطراف الاصابع اعرفوا باللي العجينه تاعكم راهي ناجحه وما بالغتوش في اضافه الفارينه، وراح تجيكم العمليه نتاع تشكيل هاد الحلوى سهله جدا. اذا يعني جاتكم ناشفه وما لصقت لكمش في اطراف الاصابع اعرفوا باللي راكم ضفتوا شويه فارينه بزياده، ولهذا يعني رجاء الكوب الاخير ضيفوه بشويه فقط، وحاولوا تتحصلوا على عجينه تكون طاريه تلتصق في الايد. يعني هاني عاودت لكم هذه الفكره هكذا باش تثبتوا عليها. الكوب الرابع شوفوا شحال ضفت منه، يعني حوالي زوج ملاعق يكونوا ممسوحين. غطيت العجينه تاعي ومباشره بديت في عمليه تشكيل الكريات. راح نوزن الكريات تقريبا الوزن تاعهم 35 الى 36 غرام. هاي لك الكرية الأولى درت فيها 36 غرام، يعني العجينة شوفوا لما تشكلوها يعني تشوفوها نورمال، لكن لما تبدأوا ترفدوا فيها تحسوها كشغل لصقت لكم في أطراف الأصابع. يعني نعاود تقريبا في هذه المعلومات لأنها معلومات مهمة جدا، يعني إذا طبقتوهم راح تنجحوا في هذه العجينة 100%، أو بالأحرى أي عجينة يعني تكون مخدومة بالزيت فقط.
عليك انا راح نشكل كامل الكريات بنفس الطريقه. انا يعني حبيت نزيد نقرب لكم الغيسيبيون، يعني شوفوا العجينه تاعي يعني ماهوش خرج لها كامل هذاك الزيت على برا، لانني يعني طبقت كامل الاشياء اللي قلتهم لكم في الفيديو. انا راح نشكل كامل الكريات وبعدها راح نتحصل على هذا النتيجه، يعني هذه العجينه دارت لي هاد الكميه من الكريات. راح نغطيهم ونبداو في عمليه التشكيل. انا عندي هذا السيار، يعني تلقاوه يتباع عند بائع الحلويات، ومن الاحسن تتحصلوا على هذا السيار لانه يمد لكم افضل نتيجه. هنا شوفوا طريقه التشكيل. انا اذا لاحظتوا يعني هذيك الكريه ما درتهاش على شكل كريه، يعني كي شغل درت لها شكل بيضاوي، يعني درتها بالطول، ومن بعد لما يعني راح نزيروا عليها بهذاك السيار راح تولي بهذا الشكل. راح نزيد نوري لكم حبه فقط هكذا باش تشوفوا. وهذاك السيار يعني حاولوا ديروه في الفرينه، يعني زوج حبات ثلاثه عاودوا جوزوه في الفرينه وهكذا حتى تكملوا كامل الكميه. شوفوا هنايا كيفاش درت، يعني الكريه كي شغل درتها رايحه بالطول. هايليك درت السيار تاعي في الفرينه وراح نشكل الحبه تاعي عادي ونحي السيار وبكل سهوله. العجينه تاعكم اذا طبقتوا الاشياء اللي قلتهم لكم عليهم يعني راح يتنحي لكم هذاك السيار من الحبه بدون ما يلصق فيها. هايليك شفتوا الشكل تاع الكريه كيفاش درته. وكذلك درت هذاك السيار في الطحين الابيض. هنا حاولوا يعني ما تضغطوش على الوسط تاع الحبه والا راح يروح لكم كامل هذاك الرشام، يعني زيروا تقريبا على المحيط تاع الحبه. هاي ليك شوفوا هنا كيفاش تتنحالي بلا ما يتخسر لي هذيك لافورم ولا هذاك الرشام تاع الحبه. الان هذا الرشام ماهوش يبان مليح، ولما ديروها في الفرن وتخمر العجينه يعني راح يتفتح كامل هذا الرشام وراح تتحصلوا على الشكل تاع حلوه السيار. انا كملت كامل الحبات بنفس الطريقه، راح نديرهم في فرن يكون على نار متوسطه يعني حوالي 180 درجه، خلوهم يطيبوا مليح مليح. اما الحلوه هذه ما راحش نحمرها من الفوق، يعني اذا حبيتوا تحمروها لكم الاختيار. هاي لك النتيجه اللي تحصلنا عليها. نشوفوا الحلوه يعني ما حمرتهاش من الفوق، شوفوا هذاك الرشام كيفاش خرج لنا شباب. شوفوا هنا كيفاش طيبتها، يعني طيبتها كامل دوغي وجاتني كامل على حبه، لا من ناحيه الشكل ولا من ناحيه الطياب. المبتدئات ماشي معناتها كي ديروا هذه الحلوه تشكلوها ديروها في الفرن معناتها راكم كملتوا. عسوا الحلوه تاعكم وطيبوها تكون دوغي هكذا باش تقدروا تحصلوا على جاتو يكون طري. يعني مرحله التعطيه بتاع الحلوه كذلك من اهم المراحل تاع صنع الحلويات. بالنسبه للتزيين خديت هذا الكاوكاو، يعني كاوكاو متوسط الحجم، غربلتو نحيت له كامل هذاك الرقيق. اذا حبيتو ديروا بنوات كوكو كذلك راح تجي مليحه هذه الحلوه. اذا حبيتو ديروا الكاوكاو بالقشور كذلك راح تتحصلوا على نتيجه افضل. وعندي لاجيلي كذلك. انا كاينه ملاحظه كذلك الحلويات اللي لصقوهم كامل بالمعجون، يعني انايا شخصيا نلصقهم بلاجيلي. وعلاه نلصقهم بلاجيلي؟ يعني اللون تاع لاجيلي يجي شفاف، ولما تلصقوا الحلوه تاعكم وتجوا ديروها على الاطراف، اذا مثلا غلطتوا وقصتوا الحلوه تاعكم يعني في الوسط، لاجولي هذاك بما انه شفاف يعني راح تبقى لكم الحلوه شابه حتى وقصتوها بهذاك لاجولي. لو كان يعني هاد الحاجه تصير لكم على المعجون تاع المشمش يعني راح تجيكم مليحه، لكن الشكل تاعها يعني راح يجي كامل ماشي شباب. ولهذا اذا حبيتوا تلصقوها بلاجولي لكم الاختيار، والا اذا حبيتوا الحلوه تاعكم يعني يجي الطعم تاعها افضل لصقوها من الداخل بالمعجون تاع المشمش، يعني راح يزيد لها في الطعم، والاطراف ديروهم بلاجولي. هاي ليك هنا خديت هذاك البانسو بعد ما لصقت الحبه من الوسط، راني نجوز كامل على الاطراف. يعني هنايا لما تخدموا بالبانسو يعني راح تجوزوا على الاطراف تاع الحبه فقط وراح تجيكم الحلوه شابه. كذلك لما تحطوها في الكاوكاو ولا في نوات كوكو حاولوا تضغطوا عليها شويه هكذا باش ترفد لكم الكميه المناسبه من الكاوكاو ولا نوات كوكو. يعني انا مرات نجوزها في الكاوكاو اللي يكون بالقشور يعني راح يمد لها لون افضل. انا راح نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه، يعني حاولوا تخدموا خدمه نقيه وشابه. يعني جميع مراحل صنع الحلوى مهمة، ابتداء من العجين وصولا إلى مرحلة التزيين. يعني إذا يعني درتوا كل مرحلة بكل تفاصيلها في الأخير راح تتحصلوا على حلوى يعني تكون شابة ما شاء الله، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية الذوق. أنا راح نكمل حبة التوعية كامل بنفس الطريقة وراح نتحصلوا على هذه النتيجة. شوفوا الحلوة تاعنا وشحال جات شابة، يعني جات كامل كيف كيف لأننا وزننا الحبات. إذا ما عندكمش الميزان يعني ديروا عينكم هي ميزانكم. كذلك الحلوة يعني رغم أنني يعني خرجتها من الفرن وزينتها مباشرة، شوفوا شحال جات طرية. لما ديروها في علبة بلاستيكية وتعاودوا تغلقوا عليها راح تزيد تولي طرية كتر وكتر وتذوب في الفم.
وإذا عجبكم هذا الفيديو بطبيعة الحال وما زلت تشوفوا فيها لحد الساعة، اضغطوا على زر اللايك فضلا وليس أمرا، يعني هذاك اللايك الصغير راح يشجعني على إضافة المزيد والمزيد من الوصفات المنزلية الناجحة. هذه نهاية الوصفة، وفي الأخير ما عليا إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.